مساء الخير. بحلقة Property Yours اليوم رح نتعرف على كافة العقارات المتوفرة بلبنان واللي بتشمل شقق سكنية، مكاتب، فيلل وأقسام تجارية متنوعة. لكل الأشخاص بيرغبوا بالتملك بلبنان ما قلن إلا يتابعونا، خليكن معنا. رادار أكبر بروجكت أندر كونستراكشن بيشمل لبنان خاص للسكن والسياحة، بيمتد على مساحة أرض 720 ألف متر مربع وموقعه بتربل قريب من مدينة طرابلس. جيتد كوميونيتي وسيكوريتي عالية بالإضافة لمساحات خضراء، أوتيل، مول، أودور ثياتر وخدمات رياضية وترفيهية. مصممة الفيلل بالمشروع من حجر وأرميد وبرايفت جاردن تابعة لكل فيلا. مساحات الفيلا المتعددة من 212 ل 589 متر مربع مع جاردنز من 550 ل 2000 متر مربع. بروجكت سكني وسياحي معمر بمعايير عالمية وبيجمع بين المودرن لايف ستايل والهندسة اللبنانية التقليدية. الميرادار بروجكت ضخم وآمن بمنطقة هادية مأمن فيه جميع الخدمات بمساحات فيلا مختلفة. أما التسليم بآخر 2018. أشرفية 4748 بروجكت سكني ميز بموقع استراتيجي قريب من أهم المراكز ببيروت. جيتد كوميونيتي مؤلف من 3 بلوكس وسيكوريتي عالية بالإضافة لبانوراميك فيو عبيروت والبحر. مساحة الأرض 13 ألف متر مربع من ضمنهم 3 تاورز ومساحات خضراء بالإضافة لبلاينج أريا، سبورتس كورت، جيم وأودور بول. أبارتمنتز جاهزة للسكن مساحاتها بتتراوح بين 185 و 530 متر مربع، قسم منهم دوبلكس وقسم سامبلكس. عدد الأبارتمنتز بالبروجكت 280 و 90 منهم أفيلبل للبيع. معايير العمار عالية بتتضمن تلبيس حجر، دبل وولز، فاير ألارم سيستم وأربع برايفت جنريترز. أما بالداخل رخام أوروبي بالسالونات، كونسيلد سبليت اي سي وديزاين جافسين مع لايتنج. اما الباثرومز مجهزه باهم سانيتري اكويبمنت. اشرفيه 4748 بروجكت سكني برايفت مامن فيه جميع الخدمات. 90 افيلبل ابارتمنت للبيع بمساحات صغيره وكبيره، وكل ابارتمنت تابع لها ستورج روم، اندر جراوند باركينجز، بالاضافه لباركينج خاص للضيوف. Legendary love, forever you and me. Underneath the sun, no other place I'd rather be. فيرتيني بيفيردان بروجكت سكني فخم مؤلف من 2 تاورز و 33 ابارتمنت. اما العدد الافيلبل للبيع فهو 21. لوكيشن استراتيجي بيفيردان كاشف على فيو مدينه وبحر. تاور اي مؤلف من 14 طابق، اما تاور بي 4 طوابق. أبارتمنت سامبلكس ابتداءً من 170 ل 340 متر مربع. هاي سبيسيفيكيشنز من ضمنهم 2 برايفت جنريترز، 2 إليفيترز بكل تاور، كل تاور عنده برايفت انترنس، و 33 أبارتمنت مقسمين على 2 تاورز، قسم شقة بالطابق وقسم شقتين بالطابق. أما بالداخل يوروبيان ماربل بالصالونات والباثرومز، وخشب ماسيف بالغرف، بالإضافة لسانيتري أوروبية، وكيتشن خشب تك مع توبريزين. كونسيلد وسنترال اي سي سيستم وهيترز. فيرتيني بروجكت بيجمع بين المودرن واللوكجري لايف ستايل بموقع استراتيجي بفيردان. 21 ابارتمنت هاي اند افيلبل للبيع، وكل شقه تابع لها اندر جراوند باركينج وستورج روم. ستارتنج برايس 4500 دولار بالمتر. There's a place I go to when no one knows me.
أبراج بروجكت سكني ضخم بجنوب لبنان، تحديداً مدينة صور، بيتميز بفيو بحر ومساحات خضراء حول المشروع. 9 بلوكس، كل بلوك مؤلف من بنايتين، وكل بناية مؤلفة من 8، 10 أو 12 طابق. بعض الأبارتمنتس شقتين بالطابق، أما البعض الآخر 4 شقق بالطابق، كلهم سامبلكس. مشروع قريب من أهم المراكز والمدارس بالمدينة، قسم under construction وقسم بمرحلة الفينيشينج. أبارتمنت 115 متر مربع مع 2 bedrooms و 147 متر مربع مع 3 bedrooms. معايير عالية بالعمار وخدمات عديدة مأمنة، من أهمهم solar power, double glazing و insulation system، بالإضافة ل gardens, basket court و playing area داخل المشروع. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line. أبراج بعيد 10 دقائق من مدينة صور، 140 أبارتمنت من أصل 350 available للبيع، مع سي فيو وغاردن فيو وباركينج مأمن. أول قسم من البروجيكت بيتسلم بال 2018. عجلتون سان جورج بروجكت فرز أراضي للسكن بيمتد على مساحة أرض 46,665 متر مربع، موقعه بعجلتون على ارتفاع 700 متر من سطح البحر، وطقس معتدل بالصيف والشتاء. جيتد بروجكت آمن مع مدخل خاص وطرقات ومساحات خضراء داخلية، بالإضافة لبلاي جراوند وأمفي ثياتر. مشروع إيكو فريندلي ومصمم بشكل مدروس وبعيد دقائق عن الطريق الرئيسي. مساحة الأراضي للبيع داخل المشروع 2000 متر مربع وما فوق، والمميز إمكانية المالك من اختيار عدد الفيلاز المتراوحة بين 1 و 3 يلي بيريد إنشائها داخل أرضه، مع الالتزام بالمعايير المشتركة المعتمدة. عجلتون سان جورج ريزيدنشال بروجكت ببرايم لوكيشن، موقعه بين البحر ومراكز التزلج، وقريب من أهم المراكز الطبية والترفيهية والتجارية بالمنطقة. أما التسليم بأواخر 2018. شهدت أسعار بيع شقق سكنية بالرياض انخفاض بنسبة 1% خلال الربع الأول من عام 2017 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ووفق بيانات المجموعة لربع الأول 2017، فقد انخفضت أسعار بيع الفلل بنسبة 1% خلال نفس الفترة، وانخفضت أسعار كل من الإيجارات للشقق السكنية والفلل بنسبة 4% خلال الربع الأول من عام 2017 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016. هيدي كانت حلقتنا لليوم، أنواع كثيرة ومواصفات عديدة عن العقارات ناطرتكن بحلقتنا بكرة. ما تنسوا تتابعونا وترسلونا على بريدنا الإلكتروني info@propertyyours.com، كما فيكم تتصلوا فينا على الرقم اللي عم بيظهر على الشاشة. أيضا لكافية المعلومات حول العقارات المطروحة للبيع ضمن برنامجنا زوروا propertyyours.com وصفحتنا على الفيسبوك. كل حلقاتنا بترجعوا تحضروها على mtv.com.lb/programs. أنا بلاقيكم بحلقة بكرة بنفس الوقت مع مزيد من العقارات والأخبار العقارية. خليكم على الموعد.